عقود مضت ولا يزال الفلسطينيون يساندون المعتقلين منهم داخل سجون إسرائيل، سواء كانت وقفات احتجاجية أم كفاحا مسلحا. تتهم حكومة الاحتلال بممارسة القتل البطيء ضد الأسرى. تعد قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من أهم قضايا الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وجزءا أساسيا من نضال الشعب الفلسطيني. فالفعاليات المساندة للأسرى القابعين خلف القضبان لم تتوقف. هنا أمام مقر الصليب الأحمر في قطاع غزة، اعتصم عدد من المواطنين للمطالبة بوقف سياسة الإهمال الطبي المتبعة بحق الأسرى داخل السجون. أولا المطلوب تطهير المنابر الدولية من الرواية الصهيونية، رواية القاتل الذي يجلس في تل أبيب ويعطي ضوءا أخضر لإدارة مصلحة السجون العنصرية الصهيونية لممارسة هذه الجريمة في الإهمال الطبي ضد الأسير أو بحق الأسير القائد وليد دقة وكافة الأسرى المرضى وعموم الحركة الوطنية الأسيرة. إسرائيل تتعمد في نشر العلل والأمراض في أجساد الأسرى. أنا أحد الذين يعني خضعوا أو تعرضوا لسياسة الإهمال الطبي في السجون. تعرضت لفترة من الفترات لسياسة الإهمال الطبي في السجون، سببت لي ببعض خلفت يعني بعض العمليات، يعني تعرضت لاستئصال في أمعائي الغليظة. هذه السياسة طبعا سياسة مستمرة لم تتوقف. إسرائيل يعني تمعن في هذه السياسة. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس سياسة القتل البطيء ضد الأسرى الفلسطينيين عبر جريمة الإهمال الطبي المتعمد. الأسير وليد دقة المريض بالسرطان يرفض الاحتلال الإفراج عنه رغم تدهور وضعه الصحي، حيث يواجه خطر الموت بسبب عدم تقديم العلاج اللازم له. كان هنالك رفض من قبل المحكمة الصهيونية لأن يتم الإفراج عن القائد وليد دقة، هناك استهتار واضح بحياة الأسير وليد دقة، هناك استهتار واضح بسياسة الإهمال الطبي، عدم تقديم العلاج المناسب، هنالك أيضا لا يوجد رعاية صحية ولا أولية ولا يوجد تشخيص طبي صحي صحيح لهؤلاء الأسرى الأبطال داخل سجون الاحتلال، فيعني هنالك الاحتلال يريد أن يعدم ويقتل الأسرى داخل السجون. ويعاني مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من أمراض مختلفة أهمها مرض السرطان، فهم يتعرضون لسياسة الإهمال الطبي المتعمد ما تسبب باستشهاد العشرات منهم، كان آخرهم الشهيد خضر عدنان. يستمر الاحتلال بإعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون بمشنقة الإهمال الطبي في وقت يتعامل المجتمع الدولي مع هذه القضية بصمت دون أن يتحرك للضغط لوقف هذه السياسة. محمد قلب البيسي، قناة الرابعة، غزة، فلسطين.